يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. طبعا ما ينفعش نكون بنستعد لمباريات مونديال الانديه وما نرجعش بالذاكره عشان نفتكر اجمل واهم اللحظات في الخمس مشاركات السابقه للنادي الاهلي في مونديال العالم. في فقره كلنا طبعا بنحبها وهي فقره النوستالجيا اللي بتعمل معانا كده او بتاخدنا في فلاش باك لايام حلوه وذكريات جميله، وتبقى طبعا فرصه عظيمه نسترجع مع بعض ذكرى مجموعه من الاهداف اللي هي فعلا اجمل من الجمال. ده كله هيحصل مع الاستاذ محمد مصطفى مدير المحتوى الوثائقي بالنادي الاهلي. صباح الفل عليكم. صباح الورد عليك كريم. صباح الورد النهوانت. صباح الخير ليك. وحشه بقالك كتير ما جيتش معانا. يمكن ثلاث اسابيع. ما ينفعش كده. لعل المنع خير. لا ان شاء الله خير. هو مشغول طبعا استاذ محمد في القناه، احنا عارفين برضه حضرتك ليك شغل كبير هناك وزميل عزيز جدا، بس خلينا بقى نستغل برضه وجودك معانا النهارده. احنا يعني هنتكلم ان جنرال، عايزين نرجع بالذاكره ومشاركه الاهلي وايه برضه التواريخ اللي حضرتك والاجوال اللي مش هننساها ونفكر الناس بيها ونفتكرها. هو ان جنرال زي ما حضرتك قلتي ممكن ناخد في 3 4 دقايق الاهلي مع الفرق الكبيره عموما، الفرق الاوروبيه او الكبيره. يعني مثلا نقدر نقول ما اول حاجه الاهلي سنه 29 كان اول خروج للاهلي يلعب في اوروبا 1929، وكان زار حوالي 4-5 دول، وكان ممكن يكمل لستة هولندا وغيرها لكن ما كملتش الزيارات. كانت مباراه وديه تمام، ولعب مع فرق كبيره. يعني اول زياره كانت لتركيا ولعب مع اكبر فريقين في تركيا، فنربخشة وجلطة سراي، ودول اكبر فريقين في تركيا. كسب فنربخشة 6-2 وكسب جلطة سراي 1-0 في اسطنبول. في نفس الزياره دي لعب مع ميونخ 1860 وكسب 4-3، وتعادل مع كان في المانيا، ولعب مع حوالي سبع فرق تانية. الزيارة كان فيها حوالي 10 ماتشات وكسب وخسر، لكن القصة إن الأهلي من بدري كان بيلعب مع فرق أوروبية. لما نعدي شوية الأهلي لعب مع دوكلا براغ التشيكي هنا في القاهرة، وده في بطل الدوري التشيكي، وكسب 1-0 في 59. بعدها كان الماتش الكبير مع بنفيكا بطل أوروبا لما كسب 3-2، وكان مستعين ساعتها بدأوا عبد الفتاح لاعب الترسانة، وبدأوا عبد الفتاح جاب جونين والشيخ طه جاب جون. الماتش ده كان تاريخي لانه انت بتلعب مع بطل اوروبا، وماتش كان كبير جدا، وتكسب 3-2، وعادل هيكل في اليوم ده عمل ماتش تاريخي، لان درجه حتى الاستاذ نجيب المسكاوي كان بيتكلم في الاهرام قبلها عن العداد اللي هيركبه عادل هيكل في الشبكه بتاعته عشان يعد الجوان هتخش فيه. بتتكلم عن ده تاريخ. بعدها كان في ماتش كبير قوي مع اوديسا بطل روسيا، والاهلي كسب هنا في القاهره 3-1، وكان الاهلي مستعين بحسن الشاذلي، وحسن الشاذلي كان في الوقت ده هداف الاول في مصر. وكان في لعيب هيلعب ولكن حصل قبل الماتش ما لعبش، فلعب الناشئ ساعتها محمود الخطيب. الله. كان في 72 الناشئ محمود الخطيب. الناشئ طبعا انت بتتكلم 72 وهو مواليد اعتقد 54، 18 سنة مش كده برضه؟ 54، مش قادر اتذكر التاريخ بالظبط، يعني 54. وجاب الخطيب جونين والشاذلي جاب جون والاهلي كسب 3-1. هو الخطيب قبلها كان معروف، خصوصا لما الاهلي كسب الزمالك 7-1 في بطولة 18. بطولة 18 ساعتها دوري كان كسبها الاهلي، وكسب في الماتش النهائي او الاخير، ما كانش النهائي، 7-1 هو جاب هاتريك ساعتها. فكان الخطيب معروف جماهيريا، وخصوصا ان ماتشات الناشئين في الوقت ده كانت بتتلعب كلها في ملعب مختار التتش. ما كانش في مدينه نصر، وكان لسه بدري قوي على مدينه لسة. نصر، وكان الجمهور يتفرج على الكوره، لان حتى الكوره في الوقت ده كانت واقفه بسبب حرب 67، فكان بالنسبه للجمهور اي ماتش. طب يعني. فطبعا بعدها طبعا لعبنا مع سانتوس هنا في القاهره ماتش كبير. سانتوس كان فرقه كبيره وعامل جوله في المنطقه العربيه، وكان بيغلب الخمسه والسته على طول كل الفرق اللي بيلعبها يعني. وحصل معانا احنا ايه؟ نفس الكلام. الله. وكان معانا كابتن علي ابو جريشه، من احلى الماتشات اللي لعبها في اليوم ده. بعدها الماتش التاريخي بقى للاهلي اللي هو انا بقى افتكره كويس رغم اني كنت صغير، ماتش مونشن جلادباخ 76، افتكره كويس قوي بتفاصيله. كان لعبنا الماتش ده وكان يدي كوتي كان ذكي جدا، فلبس الخطيب نمره 8 لانه كان معروف، الوقت ده كان الخطيب خلاص بقى نجم كبير. فلبس نمره 8 وعمل ماتش تاريخي يعني، رغم انه هو ما جابش جوان، اللي جاب الاجوان انور سلامه واحمد عبد الباقي. الخطيب في الماتش ده عمل ماتش كبير جدا جدا، كان برأس اي حد. هو لبس نمره 8 على سبيل التمويه. تمويه يعني. اوكي. وده اتعملت بعد كده على فكره، عملها بعد كده اعتقد كالوتشي مع فرقه كانت كلها ضريبه، ولبس محمد عامر نمره 10 والخطيب لبس 12 اعتقد،
وما عرفوش وبداوا يضربوا. ما كانش في كمان وسائل التواصل الاجتماعي، فهم عارفين اللعيب برقمه. وهو محمد عامر كان شبه الخطيب في التركيبه مش قريب قوي يعني، وكان محمد ودرب محمد عامر والخطيب جاب اجوان يعني. فالفكره التغيير الفنيات زمان كانت موجوده على فكره، كانت موجوده كتير جدا. من الماتشات برضو التاريخيه بعدها اوستريا فيينا في نفس الموسم 76، والخطيب جاب جونين ومصطفى عبده، كان دايما الاهلي بيلعب الماتشات دي. وبعدها بايرن ميونخ 2-1، ساوثهامبتون بقى سنه 79 دي كانت فرقه انجليزيه كبيره درجه اولى وجت تلعب في القاهره. الماتش ده تالق فيه ناشئ جديد محمد عباس، كان لسه ظهور محمد عباس وجاب جون من تسديده قويه جدا، وشريف عبد المنعم جاب جون كسبنا 2-0، واتسمى ساعتها عباس بعباس الانجليزي. خلينا نقف بقى بعد اذنك عند التسميه دي. عباس الانجليزي. ايوه هنقف عند عباس الانجليزي، نطلع فاصل ونرجع لعباس الانجليزي. نرجع لعباس الانجليزي. اتفضل. فالماتش ده عمل اسم محمد عباس عند الجمهور. في بقى ماتش كان غريب شويه، لما الاهلي لعب مع كوزموس الامريكي الولايات المتحده الامريكيه في 80. ده كان ايه غرابه الماتش ده؟ كان الوقت ده الفرق الكبيره في امريكا كانت بتاخد اللعيبه اللي قربوا يلعبوا عندها، بيكن باور، شينجاليا، كارلوس اربيرتو، فاندر اليست، سينيو البرتغالي، كان بياخد كل اللعيبه دي. الفرقه دي كانت تلعب في مصر. من حظ الاهلي ان الاهلي الحظ المود ان الاهلي قبلها كان خسران من الاتحاد السكندري، ما راحش 10,000 متفرج الماتش ده، وكان احلى من احلى الماتشات اللي لعبها الاهلي، وكان ماتش والاهلي كسب 3، جابوا 3-2، جابهم مصطفى عبده وطاهر الشيخ ورمضان السيد. ده كان ماتش حلو جدا يعني. برضه من الماتشات اللي بعدها بسنتين الاهلي كان لاعب سيرو بتاع بطل اورجواي 2-0، وجاب الاهداف فوزي سكوتي وخالد جدال. خلي بالك ممكن يقول لك هو الاهلي عمال يكسب، طبعا لا في حاجات تكسب بس يعني خسر الاهلي، بس انت بتتكلم عن الماتشات اللي انت كسبتها يعني. ما قلنا يعني سانتوس خسر، الاهلي خسر منه 5، والاهلي والزمالك خسروا 7-3 من توتنهام، والاهلي خسر من برشلونه قبل كده 5-0 في الستينات، فده ده 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 عادي مع الفرق ديت، لكن انت بتبرز اللي انت كسبته. طب خلينا بقى نبرز اللي حصل في الخمس يعني مشاركات السابقه للنادي الاهلي في المونديال تحديدا. تمام. بعيدا بقى عن المباريات الوديه، من اول مشاركه حضرتك شايف ازاي مشوار النادي الاهلي مع هذه البطوله بالتحديد؟ هو بص، لما نتكلم عن بطوله 2005 كانت المشاركه غير مرضيه، انك تخسر 1-0 من اتحاد جده، وبعدها بتلعب على الخامس وسادس تخسر من فرقه من سيدني الاسترالي، ده مش مؤشر مش كويس، وكان الاداء غير مرضي الحقيقه خالص. لما الفرقه رجعت كانت المفاجاه في الجمهور اللي كان في مطار القاهره، ومعلق يافطه كبيره قوي كان مكتوب فيها تحديدا عوضوها في اليابان 2006. وده الجمهور اللي هو بيزق الفرقه لقدام، ما بيكسرش المقاديف. طبعا الموسم عشان كده الاهلي في 2006 كان حريص الفريق ان لازم يكسب بطوله افريقيا عشان يرجع تاني. وكان الماتش النهائي مع صفاقس هناك اللي احنا متعادلين هنا 1-1، والجول الاخير في اخر دقيقه بتاع ابو تريكه او في اخر 5 دقائق. المونديال في 2006 ده اللي احنا يعني خدنا فيه ميداليه برونزيه. خدنا فيه الميداليه البرونزيه. كان الاداء عالي جدا. اولا كسبنا 2-0 اوكلاند سيتي، لعبنا بعد ماتش تاريخي مع انترناشونال البرازيلي، الفريق تقدم 1-0، وبعد ما تقدم وكان مسيطر بعد الجون ده الاهلي قلب الماتش وسيطره كامله، ولعب كان عالمي من الفرقه، وفلافيو جاب كوره من راسيه يمكن جت في التقرير اللي شفناه، وبعدها هو جاب جون، ومن هنا جاء الاهلي بقى خد بقى ترند خلاص. جينا لعبنا بقى مركز ثالث ورابع، لعبنا مع كلوب امريكا المكسيك في الماتش ده اللي برضو لعبنا ماتش كبير جدا. هتقول فلافيو ده جون فلافيو في انترناشونال البرازيلي، ده طارق السعيد، لا جون هايل جدا يعني، توجيه بالراس فايق فيه بيعمل شغل. طبعا فلافيو حاجه، فلافيو من احسن الناس اللي شفتها بتلعب ضربات راس في العالم، وده مش تضخيم لا هو كان اداؤه كان محبوب جدا كمان على الصعيد الانساني بقى بعيدا عن مهاراته، رغم انه مش كانش ضحوك بس كان محبوب جدا، كان محبوب جدا من الجمهور. جينا بعدها طبعا غلبنا كلوب امريكا 2-1 وخدنا البرونزيه. قيمه البرونزيه دي في الوقت ده، صحيح منتخب الناشئين كان خد برونزيه كاس العالم مع اعتقد في الارجنتين لما كسبنا اورجواي باراجواي في 1-0، لكن ده اول فريق كبير كان ياخد ميداليه، فريق فلسطين ياخد ميداليه بالشكل ده. فبقت ده الماتش بتاع كلوب امريكا.
جاب ابو تريكه جون وبعدين جاب الجونين في الماتش دوت وتعادلوا وكسبنا 2-1. ده خد قيمه الانجاز انك تاخد برونزيه. بعدها طبعا رجعنا في 2008 ولعبنا، يعني كانت غربت البطوله دي ان لعبنا مع فرقه باتشوكا المكسيكي. باتشوكا المكسيكي الفرقه دي كانت فرقه قويه جدا، ورغم ده لا تقدم بهدفين. وبعدها كمان في اول الشوط الثاني بركات جاب جون صحيح والاعداد جابته كله صحيح واتحسب اوفسايد. في اخر الشوط الاول الثاني اتعادلوا 2-2 وفي الاكسترا تايم كسبوا 4-2. يعني بتحس ان الفرقه اتكسر بدافع لان كانت داخله بقوه جدا. وخسرنا برده الخامس وخسرنا المشاركه اللي بعدها برده ما كانتش مرضيه. كنا بنلعب على فكره اول اربع مشاركات كانت في اليابان. اول اربع مشاركات كانت في اليابان، الخامسه كانت في المغرب. ليه 2013؟ ليه 2013 كانت في المغرب. فالاهلي في الخمس مشاركات كان عمل اسم. حتى انا من السنين الاذاعه اليابانيه اهدت الاهلي حاجه اسمها ساتابوي عندهم. ساتابوي ده حاجه يعني اكنه معمول مجسم كاريكاتيري. هديه للنادي الاهلي انه كان ساعتها اكتر فريق زار اليابان. اوكي. فمشاركات الاهلي في كاس العالم للانديه عملت سمعه للاهلي عالميه. ان كل مره الاهلي بيوصل 5 و6 و8 و12 في اليابان تحديدا، و 13 في المغرب. و13 في المغرب كانت اقل البطولات بالنسبه للاهلي. اقل من ناحيه؟ من الناحيه الفنيه، من ناحيه النتائج. صحيح انت في البطولات دي ما بتدورش بس انك انت تاخد البطوله في وسط دول، ولكن طموحك كنادي اهلي الاسم بتاعك اللي يمنع انك توصل حتى تلعب مباراه نهائي. وصل مازيمبي ووصل الرجاء المغربي، فده اللي انت حتى بتفكر فيه. انت ممكن في ما انت كسبت فرق عالميه في ماتشات كتير، ممكن الفرقه الكبيره دي تنزل معاك والوقت تقدر تحافظ على الوقت وتخطف جون يعني. وده اللي بندور عليه المره دي ان شاء الله، يعني انك انت بتدور على انه توصل انك انت تغلب الفريق الاولاني. ودايما دايما الفرق اللي هي بتدور على نتائج بتاخدها خطوه خطوه. انت لو فكرت في الماتش اللي بعده وانت قلقان من بايرن ميونخ، فانت ممكن ما تقدمش الماتش الاولاني. تعالى انت برشلونه خسر من بايرن ميونخ 8، انت لو خسرت سوري يعني انا اسف وده ما نتمنهوش، لو خسرت منه 2-3 ده برشلونه خسر منه 8. فبالتالي العب واستمتع بالكوره، هتستمتع بالكوره هتعدي. هو يمكن ده كلام موسيماني اللي اكد عليه اكتر من مره، ودايما بياكد انا عايز اركز دلوقتي على الماتش اللي جاي، عايزين دعم الجمهور يبقى معانا، ومركز كمان ان حتى الفريق يبص ويتابع ماتشات الدحيل. يعني هو تحدث من ده في اللقاء اللي كان اجراه يعني زميلنا امير وهم دلوقتي مسافرين، فاعتقد ده شيء يعني محترم جدا وذكي، يعني امر ذكي برضه. واحنا لو فكرت في بايرن ميونخ هتخسر ماتش اولاني، ده ما فيهاش فصال يعني. انت بتفكر انت بتاخد الموضوع خطوه خطوه ماشي. وده اللي لكن انا برضو يهمنا في شويه، انا متهيألي ان احنا اللي كمشجعين احنا اللي بنفكر في احنا اللي بنعمل الضغط، احنا هم مركزين في الماتش الاولاني، احنا مركزين في اللي جاي لان احنا مش كمان عارفين غير الاسم ده. وفي نقطه كمان، انت النهارده انا عايز افسرها ايه، الجمهور بقى يمثل مجموعه كبيره من مش جمهور كله الحقيقه، بقت تبص للمنافسين بتوعنا في مصر وان هم على السوشيال ميديا ممكن يقلشوا علينا لو خسرنا. فبالتالي انت عامل ضغط لازم اكسب عشان هيتحفل عليا، ودي نقطه سلبيه جدا. في الاخر انت عامل زي واحد كسب يعني تخطى الثانويه والجامعه ودخل بياخد دكتوراه والتاني لسه في ثانويه، فلما بتاع ثانوي يحفل عليك ده انت عيب قوي يعني انك تزعل من التحفيل ده. انا بقولها وش عجبتني بلاغتك يا استاذ. فانت بالتالي ما تبصش ده، انت في محفل عالمي دلوقتي والناس كلها بتتفرج عليك، كل الدول دي عملت تقارير في دولها عن هذه البطوله بالست فرق اللي فيها، فانت اسمك كبر كمان، اسمك معروف لما كنت الاكثر تتويجا في العالم في 2014. فانت بالتالي انت في مستوى كل النتائج ممكنه صح، وبالتالي ما ينفعش تعمل ضغط على الفريق بتاعك للدرجه انك انت اولا اللعيبه احنا غير زمان، كل حاجه غير زمان. انت بتتكلم على انه انت كسوشيال ميديا بقت امر مفروغ منه، وبالتالي اللاعب لازم يبقى عارف ده غير زمان. طب ماشي، واللاعب برده ما كانش عليه الضغط ده زي زمان. ايوه طبعا. والمدرب ما كانش طبعا عنده الضغط زي زمان طبعا، وكل حاجه اتغيرت غير زمان. فاشمعنى انت عايز اللعيبه تبقى زي زمان وانت مش زي زمان؟ البريس ده ما كانش موجود زمان الحقيقه. طب احنا بالموروث ده بالخمس مشاركات السابقه للنادي الاهلي في المونديال
بكل تفاصيلهم، تفاصيل المشاركه، شايف ان ممكن يعني امور تستجد مع النادي الاهلي في في يعني في النسخه دي من المونديال؟ من ناحيه ان انت خلاص فكره ان يعني مش حاسس بغربه في وجودك في البطوله دي، ولا صحيح. حتى الفرق المنافسه طالما النادي الاهلي مش اول، دي سادس صحيح. مشاركه دي، فوجودك مع الفرق العالميه الكبيره دي عادي وبقى امر خلاص ما فيهوش اي احساس بالغربه باي شكل. على فكره بس اكتر الفرقتين الوحيدين اللي شاركوا اعتقد بالنسخه دي بايرن ميونخ والاهلي، الباقي كله مشارك اول مره يشارك. اه دي نقطه برضو مهمه، يعني فكره ان انت خلاص هتستفيد من اخطاء الماضي، فكره ان انت خلاص بقى عندك مناعه ضد فكره ان انت تبقى مرعوب ان انت هتلاعب فرق اسمائها رنانه، ما احنا كمان اسمنا الرنان، فاهم قصدي؟ هل في حاجات هتستجد على اداء النادي الاهلي من وجهه نظر حضرتك في النسخه دي من المونديال؟ هو اللي يفرق في الوقت ده حاجتين، الجهاز الاداري اللي فيه الكابتن محمود الخطيب لانه كان رئيس البعثه 5 6 مرات قبل كده، الحاجه الثانيه موسيماني نفسه سافر قبل كده مع صن داونز، السيد عبد الحفيظ كان مدير كوره قبل كده. الفرقه دي فيها ثلاثه بس على فكره من اللي شاركوا قبل كده كاس العالم الانديه، فرقتنا اللي هم رامي ربيعه ووليد سليمان وسعد سمير. هو رامي ربيعه ما سافرش، لكن سعد سمير ووليد سليمان سافروا قبل كده، حتى لو وليد مش هيلعب وسعد مش اساسي ولكنهم موجودين وعارفين، فحته الخبرات دي موجوده. نتكلم بوضوح زي ما قلت قبل كده، الفرق اللي بتخش محفل زي ده كل شيء قابل للنتائج كلها، لكن انت المفروض تبان تلعب كوره. يعني احنا خسرنا من انترناشونال 2-1، انترناشونال البرازيل 2-1، ورغم ذلك الناس كلها كانت بتتكلم عن الاهلي والماتش خد ابعاد كتير، لان الصحافه كانت الاداء الاهلي كان عالمي في البطوله دي تحديدا. اذا كمان في نقطه مهمه قوي، الاداء ده بيعمل براند للاهلي ناحيه تسويقيه، انت بقيت في محفل مختلف، بتدخل ايرادات للنادي، انت يعني فرص احتراف للاعبين ممكن، بس ان كان في اللي فات كله ما حصلش، في الخمس مشاركات ما حصلش ان حد احترف، هي بتبقى اضافه لاي لاعب ان هو يشارك في حاجه يشارك زي في بطوله زي دي. انا برضو بحدد كلامي، انت لما بتلعب في بطوله زي دي ما حدش كان متوقع ان الرجاء المغربي يوصل نهائي 2013 ولا مازيمبي يوصل قبل كده نهائي، فده الحاجات دي كلها. على فكره مشاركه الاهلي اللي هي 2008 قدام باتشوكا بالذات، يعني مش عايز اقول لو، لانها مش لو كنت عديت باتشوكا انت كنت تلعب نهائي، لان الفرقه باتشوكا كانت اقوى من الفرقه بتاعت امريكا اللاتينيه اللي كانت بتلعب ساعتها، كانت الكويت واكوادور كانتش قويه، وهنا وزي قال قبل كده قبل ما يسافر، انا فاكرها كويس، فرقه باتشوكا تلعب نهائي اقوى من الفرقه الثانيه، فلو عدينا دي انت هتوصل نهائي ان شاء الله. وفعلا يعني فبالتالي بايرن ميونخ فرقه ثقيله، الدحيل القطري فرقه ثقيله فعلا، ولازم ما نبصش لاي حاجه غير انك تلعب مع الفرقه دي وتلعب كوره، لعبت كوره في كل شيء بس كده، واحنا كجمهور علينا ان احنا ندعم بقنا وبالتوفيق باذن الله. استاذ كده. محمد نورتنا، الحلقه كلها خلصت خلاص. بس اكيد ان شاء الله للحديث بقيه مع حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله نورتنا واسعدتنا، بشكرك يا اخوان، ان شاء الله ربنا يخليك يا فندم، ونشكر اكيد كل حضراتكم على متابعتكم لحلقه النهارده، بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح في الاخر.